التعلق الشديد بالوالدين مشكلة تؤرق الأطفال، فأغلبيتهم يرفضون الاندماج في العالم الخارجي نظراً لاعتيادهم للجو العائلي المفعم بالدفء والحنان من طرف الوالدين، وهذا ما يجعل الطفل يدخل مرحلة الاضطراب النفسي، وغالباً ما تصبح إجابته بالرفض تلقائياً ودون التفكير فيها. في سنة 2002 اعتمدت بريطانيا على إعداد برنامج يساعد الأطفال من سن الخامسة إلى غاية سن المراهقة على تخطي مثل هذه المشاكل من الاضطرابات السلوكية، وأكدت الدراسة الحديثة أن الفن بجميع أشكاله، الرسم، الأشغال اليدوية، هو الوسيلة الفعالة لعلاج سلوكيات الأطفال الذين يعانون مشاكل نفسية، خاصة المحتاجين للدعم المعنوي والسلوكي، وذلك بتخصيص غرف للفن لتعزيز صورتهم عن أنفسهم وتقوية شخصيتهم. وأكدت الدراسة أن 10 أسابيع كافية ووفية لمعالجة الكثير من مشاكلهم السلوكية كالاكتئاب النفسي والعنف والعزلة والاضطرابات النفسية. الطفل كالبذرة، فإن أحسنت الاعتناء به أثناء نموه صلح، وإن فعلت العكس فسد.